على صباح الورد. ربنا يخليكي، دي تقريبا السيزون الرابع لصباح الورد، وان شاء الله يعني نستمر بنجاح، والحمد لله البرنامج مسمى مع الناس. صباح الورد، انا في البداية عايزة اسألك على اسمه. اسمه مبهج جدا، يعني بيديني تفاؤل وبيدي للجمهور كمان. اختيار الاسم ده جه منين في البداية؟ وعايزين نتكلم كمان على البرنامج اكتر والسيزون الجديد فيه. هو طبعا بدأ مع يعني تحول قناة التحرير لقناة تن، الشكل الجديد لقناة التحرير كان بدأ 2015 في مارس. دي كانت بداية الخريطة الجديدة لقناة تان وظهور قناة تان، وظهر معاها برنامج صباح الورد. هي يعني أنا بالنسبة لمحتوى البرنامج بالاسم، طبعا الإدارة يعني دي إدارة القناة هي اللي اختارته. احنا برضو بنشوف رسائل التفاؤل، والبرنامج حتى مختلف عن أي برنامج صباحي تاني. الحمد لله. يا ترى ايه اللي بيميزه عن أي برنامج صباحي تاني من وجهة نظرك؟ بصي، هو انا شايفه ان هو برنامج شامل. يعني انا مثلا بقعد احط نفسي مكان المشاهد. وانت صاحيه الصبح لسه بتفتحي عينيك عشان تبتدي اليوم بتاعك مثلا، انت مش محتاجه جرعات تقيله، مش محتاجه تسمعي حاجات فيها طاقه سلبيه او حاجات سوداويه، وفي نفس الوقت انت عايزه تعرفي العالم بيحصل فيه ايه. ففي فقره اخباريه سريعه بتقول اهم الاخبار، وبتركز قوي على الحاجات الايجابيه والانجازات اللي بتتعمل في البلد، ودي مهمه جدا. بالظبط، اللي هي فقره الاخبار اللي في الاولانيه. وفي كمان فقره الصحافه، في جرعه صحافه لطيفه، ان انت برضو بتدخلي بتغطي كل حاجه، الاخبار المحليه والاقليميه والعالميه على كل المستويات. وبعد كده بيبقى في الفقرات الحواريه اللي هي اجتماعيه وبتخص افراد الاسره، يعني جميع افراد الاسره. طبعا لا، ضيوف متميزين، وفي فقرات طبيه، يعني اعتقد ان هي حاجات تهم قوي الاسره المصريه. يعني هو اصعب حاجه الصحيان بدري بصراحه، يعني دي بتبقى صعبه جدا حقيقي، الناس مش متخيله. انا بالنسبه لي اسهل بكتير قوي اشتغل برنامج مسائي بصراحه، يعني هبقى صاحيه براحتي واخد وقتي وهجهز، وهبقى رايحه ذهني هيبقى يعني الباور فيه هتبقى تقريبا 100%، يعني 90%. انما احنا المورنينج شو، انت بتصحى من 5 الصبح، ودي مش سهله بصراحه. يعني ان انت تصحى الصبح ولازم تبقى في كامل لياقتك قدام الكاميرا وكامل تركيزك وبتشتغل هوا، لا دي متعبه جدا. هي اكتر حاجه متعبه الصبح هو ان انت بتصحى بدري قوي. بتصحى الساعه كام مثلا؟ انا بصحى 5 الصبح لازم. هو 5 الصبح ده يا دوب، علشان لازم تكوني قبل الهوا بساعتين عشان تجهزي. وتقعدي تحضري الصبح وتشوفي هتعملي ايه هو طبعا السكريبت لازم يكون واصل قبلها على الاقل بيوم بالليل، وبتبقي مذاكره طبعا الشغل بتاعك، وبتبقي الصبح بقى بتجهزي الميك اب وشعرك ولبس، يعني لازم تجهزي، فلازم يبقى في ساعتين قبل الهوا. لا، بالاعداد بشكل كامل. يعني احنا بصراحه خلينا نقول رئيس التحرير شيرين فتحي من الاسامي المتميزه جدا جدا في رئاسه تحرير البرامج يعني التلفزيونيه، وفريق الاعداد عندنا برضو متميز جدا في، يعني كلهم بصراحه شباب موهوب جدا ومبدع، فمركزين في الشغل وعاملين شغل حلو.